لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باش كتحس داك الشيء دابا؟ إحساس اللي كيجي كنت كتشوف أنك خدمتي تقريبا شهر باش تخدم العكاز ديالك، باش كتحسي؟ كنحس بالظلم، ظلم. انا خدامه على راسي، الا ما خدمتش انا على راسي ما كتحسي بالظلم. انت خدامه على راسك، انت مكافحه على قبل راسك، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مشاهدي قناه شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر العاجل من مدينه الدار البيضاء. هذه السيده اللي كتشوفوا معنا في الصوره يعني قبل ما نبداو كتبكي بالدموع ملي سمعت معنا السؤال الاول، انا باش كتحس؟ كتقول انا كتحس بالظلم. الظلم كتشوف خدمتها هذه شهر كتمشي هكاك عرق ديالها وكتمشي بالعكاز ديالها، هي مريضه كتمشي تخدم بالعكاز ديالها، مشات بالليل ونهار تشفروا لها حوايج من داخل المقر فين كتخدامه، حتى كتفاجئ انا ملي مشات شكات الاداره عطاوها واحد يومين راحه، كترجع كتلقى راسها مطروده ما خداش فلوسها، ما عرفات السبب شنو. قدروا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فهاد السيده كتحس بواحد الظلم، كتحس بواحد الحقره كيف ما سمعتوا بلسانها، ولكن حنا غنسمعوا التفاصيل اكثر، كيفاش الظروف اللي كانت خدامه فيها، شحال وهي خدامه، واش تخلصات في هاد الشهر اللي خدمات فيه ولا لا. اختي السلام عليكم، عاودي لنا اختي، انت خدمتي مع هاد الناس وفين كنتي خدامه؟ كنت خدامه مع شركه سيتي كلوب ديال الرياضه في عين سبع، خدمت معاهم لو جونفي، خدمت معاهم شهر غير شهر، كانت غادا الخدمه مزيان، الناس كلهم اللي كنت كنتريني بهم تما كان عاجبهم الحال، علاقتي مع الناس مزيانه، علاقتي مع الخدامه اللي خدامين تما مزيانه، الحمد لله كلشي مزيان. واحد النهار جيت حليت الكازي ديالي، لقيت حويجي مفراقين، هبطت قلت لها الغيسبونسابل قلت ليها اللي كاين وهاد اللي كاين، راه حويجي ما كاينينش، المهم ما داوهاش بيا، ما عطاونيش وقت، بحال كانني ما جيتش عندهم كاع. المهم بقيت هذيك العشيه كلها وانايا تنتعصب، جاتني كريز دونير، عيطوا على لومبيلونس، جاتني لومبيلونس داتني لمحمد الخامس، دار لي شويه الاكسجين، جيت قال لي خذي واحد تويتر ارتاحي في الدار، ومن بعد جيت نلتحق بالعمل ديالك. ملي جيت كنلتحق بالعمل ديالي ما خلاونيش نكوانشي، ما دخلتش صافي تما فين حبست الخدمه، كنت ديك الساعه كملت شهيه ديالي صافي، قلت يمكن الرزق تحبس، يمكن ربي هذا الرزق حبسو، الامر لله. مشيت ابتداء من شهر جوج كنمشي يوميا لسيتي كلوب في عين سبع، كان فيه سياج الاداره كبيره، ما بغاو يديروا معايا حتى حال ثلاث شهور، دابا ثلاث شهور شنو كيكون الجواب؟ أربعة كنمشي كيلقاو كيقولوا لي تناي ما كاينش الباترون حتى الاول، بعدا نكروني في الاول قالوا لي حنا ما تنعرفوش ما عندناش وراقي، سيري قولي للغيسبونسابل اللي دخلك هو يخلصك. مشيت بقيت كنطلب فيها وعندي لي زوديو، ما كنتش خدامه بلا اوراق، هاد الدومين غير مقنن مع كامل الاسف، هاد الدومين هذا غير مقنن، ما كاينش شي واحد خدام بالوريقات، لي كوتش كاملين ما كاينش واحد خدام بالوريقات. انا كنت كنخدم غير في الكراجات، في لي صال صغيره في الكراجات، وكانوا كيعطوني الاجر ديالي، ما عمر شي واحد كلاني في شي حاجه، وهادو شركه كبيره تبارك الله ما شاء الله، الله يبارك ويزيد. اول مره كنتصدم كنقول كيفاش هاد الناس نحات لهم خاطرهم ما يعطونيش الاجر ديالي، عييت من طلب، عييت من رغب السياسه، ما عمرني مشيت عندهم ودرت شي فوضى ولا شي حاجه، راه عندهم كاميرات تما، عندهم كلشي، ما عمرني درت شي فوضى ولا شي حاجه. انت عندك دي بروف، عندك كلشي كدل انك كنتي خدامه، ان ريسبونسابل شنو كيقول لك ملي كتواصلي معاه في واتساب ولا في؟ يقول لي اختي صبري حنا غنوقفوا معاك حتى تاخذي رزقك، هذاك راه رزقك على كتافك، غير صبري انا غادي نصاوب لك الوريقات ديالك وغادي نصيفطهم للسياج في الايميل. وفعلا صيفطت الوريقات ديالي للسياج، حيت هذاك السيد ريسبونسابل لاقى لي السياج قال لي ما نخلصكش حتى يكونوا الوريقات ديالك عندي، الوريقات تكون خلصك. ملي صاوبوا لي الوريقات مشيت عنده واحد النهار قال لي شوف حنا تقاتلنا بزاف باش صاوبنا لك الوريقات، الله يجازيك بخير الله يطول لي عمرك، دابا غادي تخلصني، قال لي لا صبري شويه، قلت له قلتي لي غير يجيب لي وريقاتك نخلصك، قال لي غير صبري شويه. بقيت كنمشي وكنجي ما قلتش احد، بقيت كنمشي وكنجي كنقول اللهم نسايس خلنا خضر الله، كنمشي وكنجي. واحد النهار تصور درت من 12 ونص في رمضان، من 12 ونص ديال النهار وانا جالسه حتى الربعه، حتى خرجوا كاملين هزوا الشكيرهم ومشاو لحالاتهم وما دا فيا حتى واحد. كدافك توا يعني شي حشره ولا شي، ماشي بشر، ماشي انسانه عندها حقها واقفه عليك، انني ما كاينش الرحمه، ما كايناش رمضان وصايمين وما عندي ما نصرف، ما عندي ما ناكل، ما عندي ما نشرب، الكرا الماء والضو، ما كاينش اللي يعاونك، ما كاينش اللي يعينك على الحياه،
الظروف ديال العام كيفاش كانت في الاول وكنتي كتمشي بالعكاز ديالك قلتي لي؟ العكاز ديالي كنت كنمشي عندهم به ملي كنت كنمشي نطالب بالرزق ديالي، حيت انايا داك الشهر كله اللي خدمت كانت رجليا ضراني، كانت عندي واحد 10 بونطون ديال فلاشو، ولكن كنت كنخدم بالرغم ديال كنخدم. علاش؟ لانني خاصني نخدم ونبين الشطار ديالي، حيت لو بين ضري من الاول يقدر يقول لي سيدي حارتي دير فهمتي، ولكن الوقت اللي وقفت انا تنقول لعله خير، يمكن الله سبحانه وتعالى بغاني نوقف هذيك لا بيريود اللي رجلي زادت تازمات عليا فهمتيني، لدرجه انا الطبيب قال لي خصك ديري اوبيراسيون، مشيت عاوتاني عندهم بالعكاز. هي فاش مشيت بالعكاز قلت لهم شوفوا عندي اوبيراسيون هالوراقه لي ريم خاصني ندير، عطيني الرزق الضيق ديالي وقع لي 4500 درهم، الا كانت نتوما بالنسبه لكم والو انا بالنسبه لي فلوس، بالنسبه لي شي حاجه كنخدم يوميا. يعني حتى الرسول عليه الصلاه والسلام كيقول قبل ان يجف عرق جبيني، وانا شهر واحد راه نشفت وخديت حقي الان، وتواصلت بها اليوم مع الريسبونسابل اللي في السياج قال لي سيري ديري اللي بغيتي، سيري عند الانسبيكتور ترافاي نتلاقاو عنده. قال هكا قال لك؟ قال هكا يا لا حول ولا قوة الا بالله. شاهد عليا ملي قالها لك بحال هكا باش حسيتي ديك الساعه؟ دابا كنشوفوك كدو معنا والدموع في عينيك. اليوم حتى ما عندي مشكل ديال نشوف ليا في عيني، وكنحاول ما امكن انني نشد راسي، ولكن الغالب الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هاد الناس اللي كانوا كيسمعوك دابا شنو بغيتي تقولي لهم؟ كنقول لهم نقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، لا تذكر في صدق رسولي ما راعوش ليا رمضان كامل وشهر الغفران، ما قالوش زعما ياخذوا شي اجر ولا شي حاجه ولا شي واحد يتداخل ولا مهما كان هذا الباترون هذا، مهما كان بالعنصرية ولا بالقصبة ولا ما بغى يكون ما يتداخلوش، راه تدخلوا ثلاثة الناس ولا أربعة الناس قلبهم الروح ما يمكن يأثروا عليه. فانت حاليا كطالبي غير فلوسك، ما بغيتيش ترجعي، ما بغيتيش حتى حاجة؟ لا 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 لا، الأرزاق الأرزاق بيدي الله سبحانه وتعالى، مادام تحبس لي باب الرزق تم، أنا ما تنقلبش على نرجع، أنا بغيت رزقي عرقت فيه محتاجه ليه. كنتمنى الرساله ديالك تكون وصلت اختي، ونتمنى ان شاء الله هاد الدموع اللي كتبكي دابا انها يشوفوا هاد الناس وحنوا فك كيف ما قلتي انت شهر ديالك ديال الخدمه باش تخلصي فيه، ما بغيتيش ترجعي، بغيتي غير فلوسك، بغيتي غير حقك. نتمنى الرساله ديالك تكون وصلت اختي باذن الله، الله يديك شي شهوة الخير، ونتمنى كذلك ان تبارطاجيو المشاهدين الكرام هذا المباشر. فكما ذكرت لكم هاد السيده كانت خدامه بحال ايوه الناس دائما بخير وعلى خير، حتى كيوقع لها واحد المشكل اللي بسيط كتفاجئ ان راسها مطروده، عطاوها يومين راحه رجعت لقات راسها مطروده خدامه بالاوراق، دارت ورقه شهاده دابا ولكن مازال ما خداش فلوسها.